وللمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان. دكتور محمود، في البداية برحب بك معنا في هذه التغطية، ومن الواضح من هذه القرارات ومن تأكيد السيد الرئيس أن للقطاع الخاص دور كبير في دعم الاقتصاد في هذه المرحلة. ماذا يتعين على القطاع الخاص في هذه المرحلة دكتور محمود؟ يمكن يعني هذه ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها السيد الرئيس الأيديولوجية الاقتصادية للدولة اللي بتشمل دور القطاع الخاص في هذا الأمر. يمكن في كثير من اللقاءات أكد السيد الرئيس على أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية مع الحكومة، لأنه كمان هو الأقدر على يمكن استيعاب كم أكبر من العمالة وزيادة الإنتاج المحلي بالشكل الذي يمكن أن يقلل من فاتورة الواردات. الأمر يستلزم أنه يوفر المناخ الكامل الجاذب للقطاع الخاص للاستثمار، سواء من الدعم الحكومي أو حتى توفير الفرص الاستثمارية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، واللي يعني هذا الأمر الذي تشهد به كثير من المؤسسات الدولية. ويمكن كمان دعم القطاع الخاص في بعض الصناعات المعينة التي بدأت تظهر منذ التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. هذا يتسق تماما مع يعني توجه الدولة نحو بعض المصطلحات الحديثة التي بدأت الظهور، زي الصناعات القائمة على التكنولوجي، القائمة على الرقمنة والاقتصاد المعرفي لاستيعاب العمالة ولزيادة حجم الاستثمار، وبالإضافة إلى ذلك كمان تقليل فاتورة الواردات من خلال زيادة الإنتاج المحلي. دكتور محمود، حتى تكون الصورة أكثر وضوحا بالنسبة لقطاعات كبيرة من غير المتخصصين، ما هو حجم الإسهام الذي يمكن أن يقدمه القطاع الخاص إذا ما أحسن استثمار الفرص التي تتاح له أو قد تتاح له مستقبلا في ضوء حديث الرئيس السيسي عن مضاعفة الدعم المقدم للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة؟ يعني بمراجعة بسيطة للدول التي يعني استطاعت أن تضع نفسها على خريطة التنمية، لا يمكن أبدا، يعني واحد من أهم الدروس المستفادة من هذه التجارب هو دور القطاع الخاص حقيقة الأمر، لأنه لا تستطيع الحكومة بمفردها أن تقوم بإدارة العملية الاقتصادية بشكل كامل. صحيح بيكون لها دور مهم في العملية الاقتصادية في مشاركة القطاع الخاص، لكن واحد من أهم المحاور الرئيسية هو أن يتاح أو تتاح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في إدارة العملية الاقتصادية من خلال التوجيه والدعم. التوجيه فيما له علاقة بالتوجيه لصناعات معينة أو قطاعات معينة، أو قد يكون للاستثمار في مناطق معينة لها أغراض تنموية من جانب الدولة. والدعم يتمثل في أولا توضيح الخريطة الاستثمارية للدولة، شبكة البنية التحتية المعتبرة داخل الدولة، وده واحد من أهم الأمور التي يمكن أن تجذب الاستثمار المحلي أو توفر وضع للقطاع الخاص. يمكن كمان شهدنا من ضمن التصريحات السيد الرئيس انه يعني هناك طرح لكثير من الشركات في البورصه، وده واحد من اهم يعني دخول هذه الشركات سوق الاوراق الماليه، ده واحد من اهم الاركان الاساسيه اللي بتوفر مصدر مهم للتمويل لهذه الشركات، لان هناك يعني عدد المساهمين او المشاركين في سوق الاوراق الماليه داخل الدوله المصريه يعني لا يصل الى الحجم الكبير على الاعتبار العالمي. إتاحة الفرصة لهذه الشركات للدخول في سوق الأوراق المالية أولا بيسهم في عملية التمويل لهذه الشركات، والأمر الثاني هو العمل في سوق الأوراق المالية هو أحد أنواع الاستثمار، ولكنه استثمار بشكل غير مباشر. دكتور محمود، الحقيقة عدة قرارات تم الإعلان عنها أو أعلن عنها السيد الرئيس بالأمس، نتحدث عن قرارات اقتصادية، قرارات سياسية وتنموية، ولكن إذا تحدثنا عن القرارات الاقتصادية، كيف يتحقق أو يتضح ويظهر تتضح الخطة الاقتصادية القادمة في المرحلة القادمة من خلال هذه القرارات، خصوصا في ظل ما يعانيه العالم من تبعات الأزمة الأوكرانية؟ يعني حقيقة الأمر أنه الاقتصاد في مجمله أو الخطة الاقتصادية عموما لا تأخذ تحت مظلاتها فقط القرارات الاقتصادية التي تؤثر عليها بشكل مباشر. قد يكون هناك بعض القرارات التي لها طابع سياسي، ولكنها في النهاية تصب في المصلحة الاقتصادية. يعني على سبيل المثال، لو تكلمنا على الانفاق
العسكري الذي تم لي مواجهة ومكافحة الإرهاب. نعم. يعني هذا يبدو أنه أمر يعني له علاقة بالشؤون العسكرية أو الشؤون السياسية، لكنه هو يصب وآثاره تظهر بشكل مباشر في العملية الاقتصادية وفي تصنيف الدولة المصرية بأنها تعتبر واجهة استثمار أولى في القارة الإفريقية، لأنه لا يمكن أبدا الحديث عن أي استثمارات تأتي للدولة دون أن يكون هناك حالة كبيرة من الاستقرار الأمني داخل الدولة، وبالتالي أنا بعتبرها واحد من أهم المحاور أو واحد من أهم محددات العملية الاستثمارية، بغض النظر عن الحديث عن الوضع المالي أو الوضع النقدي. لما نيجي نتكلم مثلا عن القانون أو الحديث أو توجيه السيد الرئيس لإتاحة فرصة أكبر للمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من خلال محاولة يعني إصلاح تشريعي في هذا الأمر لعدم تقييد هذه المؤسسات، يعني مؤسسات المجتمع المدني هي ذراع أساسي بجانب الحكومة لتحقيق التنمية بمعناها الواسع وبمعناها الشامل، وبالتالي حينما يتم الحديث عن الخريطة الاقتصادية أو الخريطة التنموية بشكل عام، كل القرارات سواء كانت قرارات لها طابع سياسي أو طابع ثقافي أو طابع عسكري هي في النهاية تصب في المصلحة الاقتصادية. دكتور محمود، ما هي طبيعة المحفزات التي يمكن أن تقدم في هذه المرحلة، في مرحلة ركود عالمي يتأذى منها أو تتأذى منها أكبر اقتصادات العالم؟ ما طبيعة المحفزات التي يمكن أن تقدمها الدولة للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة؟ يعني يمكن في بعض المحفزات التي حدثت بالفعل، يعني الدعم المقدم لمنتجي القمح على سبيل المثال، سواء فيما يتعلق للمزارعين أو حتى فيما يتعلق في التصدير، تشجيع قطاعات معينة، يعني كل هذه المحفزات سواء كانت على الجانب النقدي بتسهيل القروض أو بالسياسات التي يتبعها البنك المركزي ويتم تحقيقها من خلال البنوك التجارية، سواء باتباع سياسة توسعية أو سياسة انكماشية على حسب الوضع الاقتصادي الذي تمر به الدولة أو على حسب النوع القطاع الذي المراد بتحفيزه وتقديم الدعم الكامل ليه، وعلى الجانب المالي فيما يتعلق بتوجيهات الحكومة بزيادة الإنفاق، يعني استخدام الإنفاق الحكومي والضرائب الحكومية. يمكن شفنا كمان تعديلات كبيرة في ضريبة القيمة المضافة، سواء بوضع حوافز ضريبية أو حتى بعض الأمور أو بعض القطاعات التي وصلت إلى حالة من حالات يعني الإعفاء الضريبي الكامل. كل هذه الأمور تعتبر محفزات أو محفز رئيسي لعملية التنمية، كل في قطاعه وعلى حسب الوضع الاقتصادي الذي يستدعيه داخل الدولة. يمكن الوضع الحادث الآن، الأزمة المالية، يعني لا أكون مبالغا حينما أقول أنها الأزمة المالية الأخطر في يعني آخر 100 عام، هي الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعياتها الاقتصادية على العالم بأسره. اتخذت الدولة المصرية فيها مجموعة من القرارات، سواء باتباع السياسة الانكماشية، سواء بالتوجيهات الحكومية في ضبط الأسواق ومنافذ البيع، كل هذه الأمور هي سياسات تتخذها الدولة لمواجهة الأزمة. دكتور محمود، القرار أو إطلاق المبادرة الخاصة بتطوير أو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، كيف يؤكد على حرص الدولة في دفع أو على دفع القطاع الصناعي في مصر في ظل هذه الظروف العالمية الاقتصادية العالمية الراهنة التي نتحدث عنها الآن؟ يعني العالم الآن في ظل هذه الأزمة بيعاني من حالة من حالات التضخم الجامح، وبالتالي فكرة الاعتماد على الاستيراد من الخارج حتى ولو توفر النقد، ده بيأتي معاه نوع أو بيعلي أو بيزيد من معدل التضخم داخل الدولة، لأنه لو نظرنا حتى إلى التضخم الحادث الآن داخل الدولة المصرية، يمكن أكثر من 35% من هذه النسبة تعود لي أو يطلق عليها تضخم مستورد قادما من الخارج، وبالتالي الاعتماد على توطين الصناعة داخل الدولة له تأثيرات يمكن تصب في أكثر من متغير اقتصادي. أولا بيقلل فاتورة الواردات، وده بينعكس بشكل أساسي وكبير على سعر صرف العملة وعلى كمية احتياط النقد الموجود داخل البنك المركزي، بيؤثر معايا كمان في استيعاب كمية البطالة وتحفيز عملية الطلب،
بيساعد معايا كمان انه احد المصادر اللي بتؤدي لي الى عرض الدولار او دخول الدولار من الخارج، لانه زياده المعروض من السلعه هيكفي للانتاج المحلي، ثم ما يتبقى من ذلك يمكن ان ينافس في الاسواق الخارجيه من خلال التصدير. طبعا ده بيؤثر حتى على مستوى التكنولوجي الذي يستخدم داخل الدوله، لانه استخدام او توطين الصناعه داخل الدوله المصريه بعد فتره من الوقت بيؤدي الى تطور واستخدام التكنولوجيا والاعتماد على الاقتصاد المعرفي بالشكل الذي يتواكب مع الظروف العالميه. دكتور محمود، يقال عن الدوله دوما انها المغامر الافضل او الجهه التي يمكن ان تتحمل كلفه المغامره في قطاعات قد لا تكون جاذبه للمستثمرين او لمستثمري القطاع الخاص بالدرجه الاولى. للرئيس السيسي في اكثر من مناسبه حديث وهو يقول مستثمر القطاع الخاص لديه فرصه الان ان يدخل على كيان او على مشروع تسليم المفتاح كما نستعمل بالعاميه الدارجه، وكما حرص الرئيس السيسي على استعمال هذا التوصيف في ضوء ما اتخذته الدوله من خطوات ومن خوض غمار العمل الاقتصادي في قطاعات عديده لم يكن لاحد ان يتدخل فيها، كيف يمكن للقطاع الخاص ان يستثمر هذه الفرص؟ يعني هذه فرصه يعني كبيره للقطاع الخاص، يعني زي ما حضرتك تفضلت وهو تعبير في محله، الدولة هي التي أخذت روح المغامرة والمبادرة في هذا الأمر، لأن كمان الدولة يعني المنطق الاقتصادي الذي يحكم الحكومة أو الدولة يختلف إلى حد ما عن المنطق الاقتصادي الذي يحكم القطاع الخاص. القطاع الخاص لديه هدف واحد ووحيد وهو تحقيق معدل ربح أعلى، هو يذهب إلى المكان الذي يمكن أن يعظم أرباحه، لكن الدولة المصرية لديها أكثر من هدف، قد يكون واحد من ضمن أهدافها هو تحقيق الأرباح ولكن بتهدف إلى بعض الأمور، سواء كانت أهداف اجتماعية، سواء كانت أهداف يعني ترنو إلى توطين صناعة معينة، حتى ولو كانت الدولة سوف تتكلف هذا الأمر. وبالتالي القطاع الخاص يعني لديه توجيه زي ما بنتحدث توجيه رئاسي ودعم رئاسي لتوطينه وزيادة دوره في العملية الاقتصادية، ويمكن الحكومة لديها يعني ما تقدمه من دروس مستفادة حول كثير من القطاعات توفر على القطاع الخاص عملية المغامرة للدخول في أسواق قد تبدو إلى حد ما مبهمة. الحديث عن تهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص عملية متراكمة ليست فعلا أحاديا، ولكن عمل يتم على مدار السنوات، على مدار ما أنجز في هذا المضمار من خطوات على مدار السنوات الثمان الماضية، ما الذي تحتاجه بيئة الاستثمار حتى يمكن تهيئته مستقبلا؟ بيئة الاستثمار تحتاج إلى قرارات كثيرة وتحتاج إلى محاور كثيرة يمكن الحديث عنها، يعني التعليم والصحة لا يمكن أخذه بمعزل عن توفير بيئة الاستثمار. لو كنا بنتكلم عن أي عملية إنتاجية بيحكمها أربعة عناصر، أهم عنصر من هذه العناصر هو الكادر البشري أو العامل البشري، وبالتالي الدولة التي لديها اهتمام كافي بالتعليم واهتمام كافي بالصحة هذا واحد من أهم الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الإنتاجية بالنسبة للقطاع الخاص، وهذا استثمار بشكل مباشر في العملية الاقتصادية سواء للقطاع الخاص أو حتى للحكومة. البيئة المصرفية أو البيئة النقدية وما تقدمه البنوك والبنك المركزي من مبادرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، أيضا البيئة القرارات الحكومية الخاصة بالمنظومة أو التشريع الضريبي الموجود وقوانين الاستثمار وقانون إفلاس الشركات وكل ما له علاقة بالأطر التشريعية، البنية التحتية واحد من أهم المحفزات التي يمكن أن تعمل عليها الدولة، استقرار الأمن نفسه مهم جدا في هذا الإطار، ولذلك أنا بشوف أنه الإنفاق العسكري الذي يعني تكلفت الدولة المصرية فيه مزيد من التكاليف ويمكن أكثر من التكاليف المادية تكلفنا فيه يعني شهدائنا من القوات المسلحة والشرطة لاستقرار الوضع الأمني هو أهم محور من المحاور الخاصة بحفز العملية الاستثمارية سواء كان استثمارا محليا أو استثمارا أجنبيا مباشرا أو غير مباشر. كل هذه الأمور يعني استهلكت وقتا طويلا لأنها لا تأتي من قبيل الصدفة، ساعدت على تهيئة المناخ الجاذب للعملية الاستثمارية وتوفير السوق المناسب والوضع المناسب للقطاع الخاص لأن يبدأ في عمله. في ضوء التداعيات الراهنة لبيئة الاقتصاد العالمي التي باتت تعيش ما بات يعرف بموجة الركود التضخمي الاستثنائية وغير المسبوقة تقريبا، إذا كنا نستهدف تهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، هل
نستهدف وفق هذه الظروف أو في هذه الظروف المستثمر الأجنبي أم المستثمر الوطني، المستثمر الذي سيبدأ خبرته العملية الأولى في السوق المصرية أم المستثمر الذي له سابقات في السوق المصرية دكتور محمود؟ يعني المحورين أو السيناريوهين يعني يمكن أن يسيروا بالتوازي، لا تعارض ما بين الأمرين، لأن كل له أهداف وكل له ما يتطلبه. يعني الاستثمار الأجنبي المباشر هو مهم فيما يتعلق بتوفير النقد الأجنبي بالشكل الذي يمكن أن يضبط من سعر صرف العملة، والاستثمار المحلي مهم أيضا للأسباب التي يعني ذكرناها، الخاصة ب يعني استيعاب العمالة، الخاصة ب توفير أو تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي والتصدير. وبالتالي يعني هذين السيناريوهين لا يمكن أخذهم أو التعامل معهم بأنهما متناقضين، يمكن أن يسير الاثنين في التوازي مع بعضهما البعض. لكن الوضع الاقتصادي زي ما حضرتك ذكرت هذا المصطلح، فكرة الركود التضخمي، الركود التضخمي في الاقتصاد هي حالة قلما تحدث، حالة نادرة الحدوث، لأنه تجمع نقيضين تقريبا. بالضبط، التضخم له علاج اقتصادي معين يستلزم اتباع سياسة انكماشية، والبطالة أو عملية الركود هي مرض اقتصادي يستدعي أن يتم عمل سياسة توسعية. لكن الحالة التي يتحقق فيها الأمرين، أن يكون هناك معدلات بطالة مرتفعة وفي ذات الوقت معدلات تضخم مرتفعة، الأمر يستصعب على البعض يعني كيف يمكن إدارة هذا الملف أو كيف يمكن معالجة هذه القضية، لأن علاج كل مرض من هذين المرضين يتعارض مع الآخر، وبالتالي الأمر يستلزم أن يكون يعني أن تستخدم الحكومة أدواتها الاقتصادية بالكامل، سواء كانت على المستوى النقدي أو على المستوى المالي أو حتى على المستوى التجاري أو حتى القرارات التي تتخذها بالشكل الذي يمكن أن يتم معالجة به هذه الأزمة. دكتور هذا أمر ليس أمرا هينا وليس أمرا يسيرا. دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان منضم إلينا عبر الهاتف، أشكر انضمام حضرتك إلينا، شكرا جزيلا.